مواكبة لإنجاز الخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية في مدينة المطلع السكنية لوزارة الصحة. نعم، ويحتوي أيضا المركز الصحي التخصصي بمدينة المطلع على عيادات طبية وفق أحدث التصاميم، وقسم خاص للمختبرات، وصيدلية رئيسية، وصيدلية للعيادات التخصصية وخدمات التمريض وكشف الطوارئ. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تواصل نجاحاتها على أرض الواقع، وهذه المرة من بوابة إنجاز مباني الخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، حيث سلمت المؤسسة مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي التخصصي في مدينة المطلع السكنية لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذه كاملاً. تم تسليم مشروع المركز الصحي التخصصي بتاريخ 15/1. يتكون المشروع أو المبنى من عيادات تخصصية بالإضافة إلى مختبرات تفيد أهالي منطقة المطلع السكني. مساحة المشروع أو مساحة المبنى 9200 متر، مساحة مسطح المبنى 7500 متر. حاليا المركز الصحي جاهز، تم تسليمه حق وزارة الصحة، مشكورة، قاموا بالكشف على المبنى، عندهم بعض الملاحظات البسيطة، جاري المقاول بإنجازها إن شاء الله، وخلال أيام يتم تجهيزه من قبل وزارة الصحة. المركز الصحي التخصصي الجديد في مدينة المطلع السكنية يحتوي على عيادات طبية وفق أحدث التصاميم، ومنها عيادات الباطنية والصحة الوقائية، وعيادة العظام وجراحاتها، وعلاج الأسنان، وعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم خاص للمختبرات والسونار، وصيدلية رئيسية، وصيدلية للعيادات التخصصية وخدمات التمريض وكشف الطوارئ. المركز الصحي يتكون من طابقين أرضي وأول، ويتميز في التصميم المعماري الحديث بالإضافة إلى المواد المميزة في التشطيبات والتكسيات الخارجية. المركز الصحي يتكون من العديد من العيادات التخصصية. من العيادات التي يخدم فيها المركز الصحي عيادات الباطنية، تمريض رجال ونساء وأطفال، والعديد من التخصصات الباطنية والعظام والسكر والعيون. وإحنا هنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات المستفيدة نسعى حق الانتهاء في إنجاز المباني بالخطة الموضوعة. الجهود الحكومية تستمر بالتعاون بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات وجهات الدولة الرسمية في سبيل إنجاز كافة البنى التحتية والخدمات العامة في المناطق السكنية الجديدة، خاصة في مدينة المطلع، على طريق توفير الخدمات العامة كاملة لقاطني المدن السكنية الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.